هنروح مع حضراتكم الحقيقة القصة، يعني قصة تحدي، قصة تحدي لطالبة قدرت إنها تنتصر على السرطان، كمان قدرت إنها تبتكر تطبيق للعلاج من الاكتئاب. فكرة التطبيق ده جات لها خلال تجاوز أزمتها النفسية بعد وفاة والدها، وتمت تجربته الجهاز يعني تمت تجربة الجهاز ده على 200 حالة داخل مصر وخارجها على أعمار من سن المراهقة حتى 50 سنة، وحققت نجاح بنسبة 83% في علاج الاكتئاب. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. طبعا معانا عبر زوم الطالبة شهندة خيري. شهندة صباح الخير عليكي، منورانا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. طيب يعني الحقيقة أنا بحييكي، أنت مش بس بحييكي على أن أنت مريتي بظروف صعبة وقدرتي تحاربيها وقدرتي تقفي قدامها، لكن كمان أن أنت قررتي أن أنت تساعدي غيرك وتشاركي تجربتك وإزاي قدرتي تخرجي من المحن دي. فأنا طبعا بهنيكي وبحييكي، لكن عايزة أعرف منك ونعرف السادة المشاهدين إيه هو التطبيق ده، بيشتغل إزاي، عبارة عن إيه؟ أهلا بحضرتك. الأول التطبيق بيشتغل إزاي؟ هو عبارة عن أول ما بتدخلي التطبيق بديكي كود حفاظا على سريرتك التامة، وبعد كده مقياس الاكتئاب، مقياس السعادة، وتحليل شخصية. بس ده في هيئة لعبة، يعني الفكرة نفسها من اللعبة نفسه إن أنا ببقى مش عايزاك تحس إن أنت داخل يعني حاجة كده مش بتشتغل داخل بيها امتحان. كتريتمنت. هو الهدف منها إن هي لعبة. بعد كده ده كله بيتنقل للدكاترة، وبيبدأوا الدكاترة مدة العلاج 30 يوم، وبعد كده بيبقى فيه متابعة مدى العمر. طيب ده عظيم. انت ايه اللي خلاكي تفكري انك تعملي التطبيق بهذا الشكل؟ ايه اللي خلاني افكر ان انا اعمل كده؟ بعد ما انا اتصبت انا بالاكتئاب بشكل شخصي، بدأت ابحث ايه الفرق ما بين الاكتئاب وايه الفرق ما بين الحزن. طيب يا ترى الاكتئاب ليه انواع؟ طب ليه علاج؟ طب ايه كل حاجه فيه؟ بعد كده بدأت ادرس انا شخصيا، فخدت دبلومه في الصحه النفسيه، ودلوقتي لسه مستل بدرس برضو، بس مش دبلومه، يعني بدرس دراسات اكتر عشان افهم كل حاجه عن جميل. الصحه النفسيه بشكل كبير. طالما كان في الوقت دوت بدأت الألعاب الانتحارية زي لعبة الحوت الأزرق، وستيل هنقول إن هي المين سورس بتاع أي لعبة نزلت بعديها مهما اختلف أسمائهم أو أنواعهم. إيه؟ كملي من سمك، اتفضلي. مهما اختلفت أنواعهم أو أسمائهم هي ستيل هي المين سورس. فبدأت طالما في ألعاب بتعمل كده، يبقى اكيد في الرايت سايد اكيد في العاب هتعمل العكس. يعني ان حاولتي يعني ان انت تواجهي الالعاب دي بشكل يشد الناس برضو بنفس الفكره. طيب شهند، بالظبط. يعني برضو لو هسالك، انت عديتي بيمكن ظروف صعبه وقدرتي ان انت شوي. تخرجي، قدرتي انت طبعا تخرجي منها، فلو هقول لك هتقولي كده بعض النقاط للمشاهدين، لأي حد بيمر بظرف صعب أيا كان إيه نوع الشيء اللي بيؤزمه، شايفة إن إيه أهم الخطوات اللي لازم أي حد حاسس باكتئاب، حاسس إن هو محبط، المفروض إن هو يقوم بيها؟ رقم واحد، وأنا كنت بعالج الناس، الفئة الوحيدة اللي أنا ما قربتش منها هي كانت فئة رجال الدين، سواء باختلاف الديانة نفسها. يعني الفكرة نفسها ان انت يكون في علاقة قوية بينك وما بين ربنا بشكل كبير، والرضا. يعني ده طلع حاجة سامية جدا. هو الاكتئاب عبارة عن اسلوب اعتراض، ان هو تغير في، يعني لما بيجوا يقولوا تعريفه كده في الصحة النفسية، هو تغير في كيمياء المخ. فالكيمياء دي بتحدث عن طريق ان انت حاجات كتير قوي، منها المؤثرات اللي موجودة في حياتنا زي السوشيال ميديا، منها برضو عدم الرضا، منها أسباب كتير قوي. إن إحنا ناس كتير بقينا شايفين إن النجاح سهل، على الرغم إن هو مش سهل. بقينا شايفين إن هو محتاج يتقدم لنا على طبق أكتر من إن أنت لو سعيت عليه هتحس إن أنت كل خطوة بتوصل لها بجد بنجاح رهيب. كل حاجة، إحنا بقينا دلوقتي في مجتمع برضو، أنا ده حصل لي، قد ما أنت بتنجح قد ما أنت تلاقي مواجهات. فدايما كانت في مقولة كده للشيخ الشعراوي، لكل نجاح ضريبة، فانجح ووسع جدا لغاية كل خطوة انت هتنجح فيها هتحس برضا جدا عن نفسك
اختلاف النجاح حتى لو حاجة بسيطة جدا، يعني عظيم. مش النجاح اللي هو انا وصلت للعالمية، لو مثلا اكزام مثلا ليك في الجامعة نجحت فيه، حس بفخر انت نجحت فيه، ايه المشكلة؟ صحيح. طيب واحنا بنتكلم عن التطبيق برضه، انا عايز اعرف منك شويه معلومات كده عن التطبيق. يعني انت اولا جربتيه ازاي؟ احنا بنتكلم دلوقتي ان هو تم تجربه هذا التطبيق على 200 شخص داخل مصر وخارجها، ازاي قدرتي تعملي التجربه؟ جربته ازاي؟ كنت في الفترة ديت في مسابقة انتل ايسف، كانت البداية ليا، وكنت كان معايا دكاترة كتير، وحتى كان في تقارير معايا لدكاترة بتاع عميد كلية آداب علم نفس جامعة المنوفية، وعميد كلية حاسبات ومعلومات. وبالنسبة لدكاترة هنا عندنا في طب نفسي علم نفس، في طب نفسي في جامعة المنوفية، فكانوا بصراحة بيساعدوني جدا، وكنا بنبدأ نطبق الحاجة. أول ما طبقته كان فشل ذريع، بس الحمد لله يعني بعد 4 سنين بدأنا نشوف انت واحدة واحدة إنه متعوده، يبدأ انت في على نجاح. التحدي، انت متعوده على التحدي. بص أقول لحضرتك حاجة، هو مش دايما، بس هي الفكرة نفسها إن في البداية لما كنت بخسر والدتي كانت الداعم الأساسي ليا، فلو خسرتي النهاردة هتكسبي بكرة. ربنا ف يخليها لك يا شهندة، احنا يعني فخورين بيكي الحقيقة، شكرا ويعني جدا. دايما زي ما انت اتكلمتي فكرة الرضا يمكن سبب الاكتئاب فعلا، عدم الرضا اللي بيبقى جاي من رفض الواقع، او حتى يمكن ان احنا بنعلي قوي توقعاتنا، سقف توقعاتنا مع عدم السعي، فطبعا اكيد النتيجة ما بتبقاش يعني مرضية. على اي حال مشكورة جزيل الشكر الطالبة شهندة خيري، نورتينا في صباح الخير يا مصر.